فيها 1048 متر كاري، وغادي نديروا فيها تجزئه نتاع دار اليتيم، غادي تبنى هنايا ان شاء الله في 2016. وانا درك هضرت هنايا مع سي صوفي، هو معايا حتى هو غادي يهضر بالهولنديه، ومن بعد هادي راه كيتبنى واحد الجامعه هو هنايا، غادي يتبنى حتى هو في نفس الوقت اللي غادي يتبنى فيه هاد دار اليتيم. من بعدها ان شاء الله غادي نديروا ثانيه واحد تاع الدياليزم، غادي نديروه ونتاع السكر وداكشي، هادي ثاني غادي نديروه قدام المستشفى اللي راه يتبنى في العيون. وحنا ولاد العيون، ودروك كنطلبوا الناس كاملين ماشي غير ولاد العيون، من كل المغاربه في اوروبا جميعا كاع كما كانوا المغاربه، كنطلبوهم الناس المحسنين اللي كيبغيو باش يعاونونا، اللي بغاو باش يعاونونا في هذا الشيء هنايا، باش ما كان يعاونونا باش ننطلقوا في هذا الشيء هذا ان شاء الله. وشكرا لكم. هو السلام عليكم، انا ميس جاود السوفي. ik ga even vertalen wat de heer Hussein heeft verteld. De heer Hussein heeft dus juist verteld dat er een grond is vrijgegeven door de overheid om een weeshuis te bouwen. En alhamdulillah, er zijn genoeg mensen die de kar trekken. En er zijn dus er is hulp nodig. En wat ik met hulp bedoel, of wat wij met hulp bedoelen, is dat er dat er wordt gevraagd om een kleine bijdrage. Zodat ze dit met succes kunnen doen. Dit weeshuis is bedoeld voor Leyun en omgeving. Relatief gezien zijn er best veel weeskinderen hier. Vandaar het idee ook. Het rekeningnummer waarop jullie een klein bedragje kunnen storten, als jullie dat willen en als er natuurlijk ruimte voor is, dat staat daar genoteerd. Het is een IBAN-nummer van ING. Ik zou zeggen, bekijk het even. Ik zal het even voorlezen als ik het even van hier kan zien. Even kijken. Het is IBAN NLINGB 000601 8685. Dat is het ING-nummer. Nogmaals, we hopen dat er, dat er heel veel wordt gedoneerd, zodat ze dit met succes kunnen afronden. Dit zal ook gedeeld worden op Facebook, dus als je dit tegenkomt en als je nu aan het kijken bent, zouden we het enorm waarderen als jullie dit ook willen delen op Facebook. Dus tag iedereen, like het en spread the word, om het even in het Engels te zeggen. هذا اللي غادي يتبنى يتكلف ب 500,000 هولنديه ولا مغربيه، 500,000 باش غادي يتبنى هذا الشيء. وراهم عاونونا هنا في المغرب 200 مليون، وداروا لنا دركي باش نطلبوا حنا من محسن غير 300 باقي لنا، وغادي يتبدي ان شاء الله، غادي نديروا الاساس وغادي نبداو في هذا الشيء هذا ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا. 300.000 euro. Nou, er is zojuist verteld dat er al heel veel is gegeven door de overheid. Alleen is er nog 300.000 euro nodig. Nou, als wij aan die 300.000 euro kunnen komen, dan kan dit weeshuis een enorm succes worden. Dus wat dat betreft hopen wij op een ieders steun. En inshallah. Nou, er is zojuist verteld dat er een imam is hier die een dua gaat lezen voor ons. Zodat we natuurlijk ook vanuit dat opzicht de volle steun kunnen krijgen. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. الناس اللي حضروا في هذا المشروع ديال الخير، نطلب الله تبارك وتعالى الله يتقبل منهم، والله يحفظهم ويحفظ وليتهم ويحفظ الجميع المسلمين أجمعين. أما بالنسبة للناس اللي هما مشاركين على هذا الأرض باش يعاونوا ويساعدوا، واجب عليهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنا المسلمين من عادتنا خصنا نجتمعوا ونفعوا بعضياتنا ونكونوا مزيان ان شاء الله بخير وعلى خير. اما بالنسبه للاخوان اللي هما يجمعوا هذه المسائل هذه باش يكونوا يحضروا هذا نمنوا هذا المشروع، نطلب الله تبارك وتعالى الله يثبت منهم هذا العمل ديالهم، والله يجازيهم بخير، والله يحفظهم ويحفظ وليداتهم ويحفظ جميع المسلمين اجمعين. واما في الختام نتقدم بالشكر لجلاله الملك وهو سيدنا محمد السادس نصره الله، اللهم يا ربي انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه لخير وعين عليه، اللهم اصلح له البلاد والعباد، اللهم يا ربي احفظه واحفظ مولاي رشيد واحفظ مولاي الحسن واحفظ جميع المسلمين اجمعين بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله. Nou, we hopen inshallah dat het een succes zal worden. Ik ben echt trots op deze mensen die hier heel veel tijd in steken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens van dit project af wist. Het is heel toevallig. Om eerlijk te zijn was het echt 10 minuten geleden dat ik dit wist. Want ik was hier toevallig in de buurt en ik zag dat het een bekende was van mij. Ik woon zelf ook in dit stadje Leon. En wat ik net al zei, het wordt dus volop gedeeld op Facebook. Het komt op Marokkaanse televisie ook, toch? Komt op Marokkaanse televisie, op de radio, op verschillende media. En we hopen inshallah dat jullie ons zullen helpen. Dat jullie de weeskinderen zullen helpen, zodat dit weeshuis een succes gaat worden. En ik ben benieuwd hoe ver ze het hier zullen gaan schoppen. Ik doe in elk geval inshallah wel mee. En ik hoop dat de kijkers en iedereen die dit bericht meekrijgt ook mee zal doen inshallah. Hartstikke bedankt en salam alaikum.